مساء الخير، حياكم الله. أنا جمال المعيقل ورحب بكم في حلقة جديدة من ياهل 2030. تسعى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى قيادة وتسريع التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية عبر تفعيل الاستراتيجيات الرقمية للقطاعات الحكومية ومن خلال برامج تحقيق الرؤية. هنا نستضيف في هذه الحلقة على طاولة ياهل 2030 حيث الرؤية تتكلم الدكتور أحمد الثنيان وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنمية التقنية والقدرات الرقمية، والدكتور عصام لوقيت الرئيس التنفيذي لوحدة التحول الرقمي. أهلا بضيوف الأعزاء، شكرا لتلبية الدعوة، حياكم الله معنا. شكرا أخي جمال، يعطيك العافية. الله يحييكم دكتور عصام. لعل أبدأ من عندك والحديث عن التحول الرقمي. اليوم مفهوم التحول الرقمي أصبح مفهوم دارج ومتداول خلال السنتين الأخيرة مع إطلاق برامج الرؤية، لكن لو نبغى نغوص أكثر في تعريف التحول الرقمي، وش بتقول عنه؟ وش التحول الرقمي؟ وش مفهومه؟ تس. طيب، أولا شكرا لك أخو جمال، شكرا قناة روتانا على الاستضافة، وعشر مباركة عليكم وعلى الأخوان المشاهدين. التحول الرقمي كما ذكرت هو الآن أصبح مصطلح دارج، ولكن أحيانا يحصل فيه نوع من الغموض في تفسير هذا المصطلح. البعض يتوقع أن التحول الرقمي هو مجرد استخدام التقنية فقط أو تفعيل التقنية، وهذا ليس بالتعريف الصحيح. هناك عدة تعريف للتحول الرقمي، ولكن أغلبها أو كلها تتمحور حول شيئين: أولا هو نماذج عمل جديدة، وثانيا هو الاهتمام بالمستخدم أو أن يكون العميل أولا، كاستمر سنتريك ونيو بزنس مودلز. هذه هي الجزئيتين الرئيسيتين في التحول الرقمي. ولو بنركز على المصطلح، الكلمة اللي يجب التركيز عليها هي التحول وليس كلمة الرقمي. فالتحول الرقمي هو تفعيل التقنية لإيجاد نماذج عمل جديدة. نضرب بعض الأمثلة حتى يعني نوضح هذا المثال. نضرب أمثلة يمكن بسيطة جدا. مثلا سابقا الإعلام المرئي كانت قنوات تلفزيونية تشاهد عن طريق التلفزيون فقط، تمام؟ كان هناك عملية رقمنة، وهي ليست عملية التحول الرقمي، اللي هي وضعها عن طريق الإنترنت، يكون البث على الإنترنت، هذه رقمنة وليست التحول الرقمي. التحول الرقمي عندما توجد نموذج عمل جديد ويكون العميل هو أولا. ومن هنا ظهرت بعض النماذج مثل نتفليكس مثلا، هذا الموقع الشهير اللي يعرفه الجميع. هذا يركز على العميل، حاجة العميل أنه يرغب بالوصول إلى البرنامج اللي يريده في الوقت الذي يريده، وتفعيل التقنية وتفعيل تقنيات الستريمينج أصبح عندنا هذا الموقع وهذا نموذج العمل الجديد. وقياسا عليه هذا ينطبق على الخدمات الحكومية في وصول المستفيد لها بلا شك. نعطيك مثال آخر، مثلا الصحة. مثلا الصحة سابقا المستفيد اللي يرغب بالحصول على الرعاية الصحية يجب أن يذهب إلى المستشفى للحصول على الرعاية الصحية. الآن عندما نضع العميل أولا نجد أن ظهرت عندنا تطبيقات مثل ما قامت به وزارة الصحة، تطبيق موعد وتطبيق صحة. في هذه الحالة أنت لا تحاول أن تؤتمت العملية بذاتها، بل توجد أنظمة نماذج عمل جديدة. فمثلا ليس كل من يرغب الذهاب للمستشفى هو فعلا بحاجة للرعاية الصحية، ومن هنا تطبيق صحي يتيح للراغب في الحصول على الرعاية الصحية أن يقوم بالاستشارة مع الطبيب أولا قبل أن يذهب، قد لا يكون هناك حاجة. وبالتالي أنت أوجدت أول شيء كفاءة للمستخدم نفسه أو للعميل اللي طالب الرعاية الصحية، بحيث أنك وفرت عليه وقته. والشيء الثاني أنك أوجدت زيادة في الفاعلية في المستشفيات، بحيث أنه هذا الشخص لا يذهب المستشفى، يساهم في يعني حجز أماكن عن غيره من فعلا يستحقون الرعاية الصحية، ويأخذ وقت من الأطباء. وبالتالي صار فيها النموذج هذا نموذج عمل جديد يخدم المستفيد بدون إخلال بالخدمة المقدمة له، ويزيد من كفاءة وفاعلية المنظمة. جيد دكتور أحمد، اليوم لو نبغى نستدرك من حديث الدكتور عصام عن دور الوزارة، اليوم وش دور الوزارة في موضوع التحول الرقمي من خلال برامج الرؤية مع الجهات الحكومية؟ كيف تعملون مع الجهات الحكومية؟ كيف بدأتوا؟ وش أبرز التحديات اللي واجهتموها؟ أول شيء سعد لي مساك بالخير، ومسي عليك والأخوة المشاهدين، وسعيد بتواجدي معكم في هذا البرنامج، ونأمل إن شاء الله نقدم ما يحوز على رضا المشاهدين. لا شك أن المملكة العربية السعودية اليوم تمر بتحول غير مسبوق، سواء على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها،
وهذا ما يتمحور حول رؤية 2030. عندما نتكلم عن رؤية 2030 نجد أن التحول الرقمي يعتبر أحد الركائز الأساسية والمؤكدات الأساسية لرؤية 2030. ومن هنا عملت الوزارة على إيجاد استراتيجية لدعم مسيرة التحول الرقمي. الاستراتيجية هذه تتلخص في تأسيس ركائز استراتيجية رقمية لتمكين حاضر مترابط ومستقبل مبتكر. عندنا العديد من الركائز الاستراتيجية، أولها تحول قطاع الاتصالات. بالتأكيد أساس ينجح التحول الرقمي لازم يكون عندك بنية تحتية رقمية فعالة، لازم تتبنى أفضل التقنيات الحديثة في مجال الاتصالات مثل 5G وغيرها. فهنا عندنا العديد من الأولويات في قطاع الاتصالات، منها تعزيز سوق الاتصال المحمول والثابت، نتكلم عن اللاسلكي والسلكي، نتكلم أيضا عن تبني التقنيات الحديثة، ونتكلم عن تمكين المشاريع الضخمة وتحسين أيضا جودة البنية التحتية. ولعل يعني في محور لاحق إن شاء الله نتكلم عن ما تم عمله في هذا المجال، يعني مجال البنية التحتية كيف تسارعت الخطوات خلال السنة ونص الماضية من ناحية السرعات، من ناحية انتشار الألياف الضوئية وغيرها. فمثلا يعني قفزت المملكة قفزة نوعية، من كان ترتيبنا قبل تقريبا سنة ونص 105 في السرعات، اليوم ترتيبنا تقريبا 34، متوسط السرعة كان تقريبا أقل من 9. هذا خلال كم؟ خلال سنة ونص تقريبا. خلال سنة ونص. اليوم احنا نتقدم على دول مثل بريطانيا، مثل ألمانيا، مثل اليابان، مثل الصين في متوسط السرعات. وهذا كله في سبيل تمكين التحول الرقمي. احنا نهدف ان زي ما تفضل اخوي عصام، التحول الرقمي جاب نماذج اعمال جديدة معتمدة على التقنية. اذا ما اسسنا البنية التحتية هذه يكون من الصعب الاستفادة منها. المحور الثاني اللي هو توطين التقنية والابتكار ومضاعفة السوق. قطاع تقنية المعلومات اليوم هو الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقريبا 12 مليار دولار. هناك فرص واعدة قرابة 10 مليار في هذا السوق، لكن لا يزال السوق تقنية المعلومات يعاني. نسبة المحتوى المحلي جدا متدنية، جذب الشركات الأجنبية دون المأمول. لذلك وضعنا العديد من الأولويات في هذا السوق. وضعنا أولوية أن نزيد مساهمة المحتوى المحلي، وضعنا أولوية أن نجذب الشركات الأجنبية في القطاعات ذات الأولوية لتمكين التحول الرقمي. زيادته في المحتوى المحلي نسبة كم؟ الآن تقريبا نسبة المحتوى المحلي تقريبا قرابة 23-24. احنا التارجت عندنا المستهدف ب 2030 أن نصل إلى 50% مستهدف في المحتوى المحلي. هذا على جميع الأصعدة، وهذا معلن على جميع الأصعدة لاستدامات المحتوى المحلي. لا شك أنه مستهدف طموح وفي تحديات، لكن بتكاتف الجهادات العلاقة بإذن الله نصل إلى المأمول. أيضا عندنا تعزيز الابتكار وتمكين المبتكرين ورواد الأعمال. الآن التحول الرقمي أحد ركائزه الأساسية هو الابتكار وريادة الأعمال. نتكلم احنا عن الثورة الصناعية الرابعة الآن بكل ما تحمله من وعود وطموحات وآفاق واسعة. لذلك ينبغي علينا أن نمكن الرياديين والمبتكرين في هذه التقنيات، وأيضا وضعنا برامج لها. أخيرا ليس آخرا، تنمية القدرات البشرية. لا شك أن رأس المال البشري هو محور التنمية وهو هدف أساسي. وضعنا العديد من البرامج تمس العاملين في القطاع أو المستهدفين أنهم يعملون في القطاع أو المستفيدين. لدينا برامج لتنمية القدرات البشرية، تدريب وتأهيل وغيرها. لدينا أيضا برامج لرفع الوعي بين المواطنين واستخدام التقنيات وزيادة تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي. وأخيرا وليس آخرا، تمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. سأفصل معك ومع الدكتور عصام، لكن اسمحوا لي بعد الفاصل. حياكم الله من جديد. التحول الرقمي هو موضوع حلقتنا اليوم فيها 2030، والحديث عن ارتباط التحول الرقمي بمستهدفات أو المستهدفات الرئيسية برؤية المملكة 2030. دكتور عصام، بعرج معك بس على جزئية مهمة جدا، وهي ارتباط، احنا قبل شوي عرفنا التحول الرقمي، نبغى نعرف التحول الرقمي اليوم وين التقاطع اللي بينه وبين المستهدفات الرئيسية في برامج الرؤية 2030؟ وين تخدمون الرؤية في أي النقاط أو المرتكزات الأساسية في الرؤية؟ طبعا التحول الرقمي هناك تناغم كبير جدا بين التحول الرقمي والرؤية 2030 وكذلك برامج تحقيق الرؤية.
لو نظرنا إلى الركائز الأساسية لبرنامج لرؤية 2030، وطن طموح عندنا وطن رقمي، مجتمع حيوي عندنا مجتمع رقمي، اقتصاد مزدهر عندنا اقتصاد رقمي. وهذه الركائز الثلاثة الخاصة بالتحول الرقمي مبنية على ركائز أخرى: بيئة رقمية، بنية رقمية، وثقافة رقمية. فهناك تناغم كبير جدا. التحول الرقمي هو موجود في الرؤية كعنصر رئيسي، وموجود في جميع برامج تحقيق الرؤية. لذا وضعت وحدة التحول الرقمي كأحد مراكز التميز في حوكمة الرؤية 2030، وذلك لاعتماد أو لتكون لها دور في مراجعة الديليفري بلانس أو خطط التنفيذ الخاصة ببرامج تحقيق الرؤية، وذلك لضمان أن يكون هناك تنسيق بين جميع الجهات في مجال التحول الرقمي، وضمان لتوحيد الجهود، وأن تكون المستهدفات أو تكون التوجهات كلها تصب في الهدف الرئيسي الخاص بالتحول الرقمي. دكتور أحمد، اليوم أنت تحدثت عن البنية التحتية، وين وصلنا في موضوع البنية التحتية في مجال التحول الرقمي؟ وش المنجز حتى الآن؟ طبعا ذكرها البنية التحتية، احنا نهدف الى بناء بنية تحتية رقمية متقدمة تدعم افضل التقنيات. اليوم نتكلم عن تقنيات الجيل الخامس، ونتكلم عن استخدامات مبتكرة في مجال التحول الرقمي مثل المدن الذكية، العيادات الذكية وغيرها. قبل سنة ونص تقريبا كان عندنا العديد من التحديات. كان الطيف الترددي اللي يدعم الاتصال اللاسلكي تقريبا 260، كنا من اقل الدول على مستوى العالم في مجال الطيف الترددي. كانت نسبة انتشار الألياف البصرية تقريبا 23%. الانتشار للخدمات الأساسية البيسك في المناطق النائية والهجر تقريبا 81%. وضعنا خطة طموحة، والدولة حفظ الله ما قصرت، يعني وضعت صندوق لتحفيز النطاق العريض، وأيضا تحفيز استخدام أو تحفيز انتشار خدمات الاتصالات في القرى والهجر. اليوم والله الحمد حررنا أيضا الطيف الترددي. الآن وصل مجال الطيف الترددي تقريبا 1100 ميجاهرتز، من 260 إلى 1100. انتشار الألياف البصرية اليوم وش يأثر عليه فيها؟ هذه يأثر على السرعات. احنا تكلمنا قبل شوي قلنا ترتيب المملكة كان في متوسط السرعات كنا 105، اليوم احنا 34. تقدمنا على دول رائدة في مجال التحول الرقمي في مجال السرعات، وهذا إن شاء الله بيعطينا على نتكلم عن سرعات الإنترنت. سرعات الإنترنت المتوسط، هذه بتأثر على المستخدم، بتأثر على خبرات المستخدم. وانتشار النطاق العريض اليوم 81، كم وصلنا تغطية الآن؟ كان تقريبا التغطية قبل تقريبا 1,300,000 منزل، هذه خلال تقريبا 8 إلى 9 سنوات. خلال سنة ونص أضفنا 1,000,000 منزل إضافي. خلال سنة واحدة؟ خلال سنة ونص تقريبا، من منتصف 2017 إلى تقريبا الأشهر الماضية تقريبا قرابة 1,000,000 منزل. والآن مستمرين، هنالك أيضا 1,000,000 إضافي بتكون بإذن الله إلى نهاية 2020. القفزة هذه قفزة كبيرة، وشلون وصلتوا لها؟ هذا شيء يعني بفضل الله، ثم بالدعم الحكومي، وايضا لا ننسى ان نشيد بجهود الشركاء سواء على القطاع الحكومي، معنا شؤون البلديه والقرويه، يعني ما قصروا من ناحيه اجراءات تصريحات الحفر. يعني ما هو بالامكان انك تنتشر بالشكل هذا اذا ما في دعم من الجهات ذات العلاقه. واليوم ما شاء الله قاعدين نشوف في برامج الرؤيه تكاتف وتناغم بين الجهات الحكوميه. ايضا لا انسى ان اشيد بدور القطاع الخاص، نشر النطاق العريض يعني كله تم عن طريق تمكين القطاع الخاص وتحفيز شركات القطاع الخاص. عندنا شركات اكثر من شركه عامله في هذا المجال. ايضا تم انشاء اول مقسم للانترنت، وهذا نهدم خلاله الى توطين حركه الانترنت وزياده خبره العملاء، وجزء منها الألياف البصرية. وجزء منها الألياف البصرية، نعم، جزء منها الألياف البصرية. طيب دكتور عصام، اليوم لما نتكلم عن التحول الرقمي يطرح سؤال عند الناس. أول شيء، ليش تسمونهم عملاء؟ ليش ما تسمونهم مستفيدين؟ قبل ما أسألك السؤال صحيح الجاي. طبعا حرصنا أنه الخدمات اللي تقدم للمواطنين أن يتم التعامل معهم كأنه عميل. العميل له حقوق، وليس نتجنب احنا نستخدم مصطلح المستفيد من الخدمة أو المستخدم، لأنه المواطن هو له حق في الحصول على هذه الخدمات، ويجب أن نتعامل معه على أنه عميل كما يتعامل مع القطاع الخاص، أنه على قولتهم paying customer. فبالتالي من هذا المنطلق
إذا تعاملنا معه على أنه عميل نحرص أن نتقدم له الخدمات بالشكل الأنسب والأفضل، يكون فيها جودة عالية، يكون فيها مراعاة لجميع الفئات العمرية، يكون فيها مراعاة لذوي الاحتياجات الخاصة وخلافه، وبالتالي هذا السبب لنستخدم مصطلح العميل. جيد، وهذا يمكن تحول آخر. نعم. موازي للتحول الرقمي، لكن بسألك عن التحول الرقمي اليوم، لو نبغى نفصل أو نبرز أو نوجز الأثر الملموس للتحول الرقمي اليوم، المنجز اللي تحقق فيه، وش تحقق؟ ممتاز. طبعا التحول الرقمي، الحمد لله، منظومة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية ليست حكرا على أحد، ليست هناك جهة مركزية، بل هي جميع الشركاء، جميع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، تضافر الجهود مع بعضها البعض لإيجاد التحول الرقمي. لا أخفيك، في المملكة العربية السعودية احنا الآن اتخذنا مبدأ أنه لن نستمر في عملية فقط اللحاق بالركب، بل سنتولى زمام القيادة، وبالتالي كان هناك حرص على أنه الشيء السابق اللي كنا متأخرين فيه نلحق، والتقنيات الجديدة والمبادئ الجديدة أن نتبناها مباشرة بدلا من تبناها غير ثم نلحق فيها. أنا بعطيك بعض الأمثلة على عدة مجالات الحمد لله، يعني في أكثر مجالات كان فيه إنجازات كبيرة جدا في التحول الرقمي. مثلا في الصحة الرقمية كما ذكرت لك في بداية اللقاء، وزارة الصحة أطلقوا تطبيق موعد لحجز المواعيد، هذا كان في مشكلة كبيرة جدا في تنسيق المواعيد، وتجد هناك مثلا مراكز صحية عليها ضغط عالي، مراكز صحية لا يجد فيها العدد المطلوب، بالتالي كان هناك قلة في الكفاءة. أطلقوا التطبيق هذا في أشهر قليلة، أكثر من 5.5 مليون مستخدم، أكثر من 14 مليون موعد تم حجزه. هناك تطبيق وصفتي للوصفات الطبية، هيئة الغذاء والدواء أطلقوا الشات بوت سارة، هذا إن شاء الله أطلق في مرحلة تجريبية وسيطلق بشكل رسمي قريبا إن شاء الله، يسمح المستخدمين بحصول على المعلومات. وفي أمثلة كثيرة جدا في مجال الصحة الرقمية، التعليم الرقمي كذلك، منظومة التعليم، هناك مثلا بوابة المستقبل فيها ما يقارب 2000 مدرسة حاليا، هذه فيها أنظمة تعلم الإلكتروني بشكل جيد جدا، المقررات الإلكترونية واستخدام الواقع المعزز، المناهج الدراسية بعضها فيها كيو آر كود، فيها بالجوات تعمل سكان للكيو آر كود يطلع لك مواد تعليمية إضافية تساهم في تحسين التعليم. مجال التجارة الإلكترونية، وهذا الحمد لله مجال جدا متميز، والآن فيه طلوع عالي جدا في المملكة العربية السعودية، وانشئ مجلس التجارة الإلكترونية، هذا مجلس لتذليل العقبات وتعزيز التجارة الإلكترونية. السوق التجارة الإلكترونية هنا أكثر من 28 مليار ريال سعودي. هناك بعض المبادرات مثل برنامج طموح المتاجر، العملية اللوجستية مثلا الزملاء في الجمارك أطلقوا منصة فسح، هذه منصة جميلة جدا، صار فيها تقليل، سابقا كان العملية تأخذ أسبوعين للفسح، الآن أقل من 24 ساعة، وأظنهم يستهدفون ساعتين. نعم. عندنا أمثلة كثيرة جدا أيضا في مجال الحج والعمرة، تطبيق الحرمين الشريفين في رمضان يمكن انتشرت في المقطع في الواتساب، تستطيع الحصول على الزحام، البوابات مفتوحة إذا رغبت في الحصول على العرب وخلافه، كلها من خلال التطبيق. توفير تحقيق المستهدفات في زيادة عدد المعتمرين، صار في تطور أيضا في عملية تقديم الفيز عن طريق التأشيرات الإلكترونية وخلافه، وهناك أمثلة كثيرة جدا. طيب، سؤال مهم جدا ويمكن يتبادر ذهن الناس اليوم، كل هالتطبيقات هذه وكل نماذج العمل اللي ذكرتها، كيف تضمن أنه أنها تسير وفق ما هو مرسوم لها؟ كيف تضمن أنه جودتها اليوم تزيد فترة عن فترة؟ هل في جهة محايدة غير الجهة اللي أطلقتها، يعني غير الصحة، غير العدل، غير وزارة الحج، هل في جهة أخرى تطابق، يعني تراقب هذا التطبيق، تتأكد أنه وفق ما هو مرسوم له، أنه في مشاكل تقنية تم حلها؟ كيف تضمنون؟ ممتاز. طبعا خلنا نتراجع الوراء قليلا، نرجع إلى عام ممكن 2006 أو 2007. كما ذكرت لك، التحول الرقمي هو ليس الرقمنة في بداية اللقاء. نعم. فمن عام 2006 المملكة العربية السعودية الحمد لله قطعت مجالات كبيرة، كثير من الجهات الحكومية قامت بتقديم خدماتها الإلكترونية على الإنترنت. سابقا كانت هذه الخدمات مشتتة، كان كل جهة تقدم خدماتها، كانت غير مترابطة. نعم. بعد فترة وصلنا لمرحلة من النضج، وهذا أيضا أحد الإنجازات، النضج خدمات إلكترونية خلال عام واحد فقط. نعم. كان 62% وصل إلى أكثر من 73% حاليا، فبدأ عملية توحيد الجهود من 62% إلى 73%. هذا خلال كم؟ خلال عام واحد. خلال عام واحد. نعم، يعني يزيد وينقص قليلا يعني. جيد.
فالفكرة الآن هو زيادة كفاءة الخدمات الإلكترونية وتطبيق مفاهيم التحول الرقمي. هذا مستهدف، هذا مستهدف حالي، وفيه جهود كبيرة في هذا المجال. كما ذكرت لك مثلا على سبيل المثال منصة فسح اللي ذكرتها في الجمارك، هناك منصة ميراث للأعمال التجارية، طبعا لا يخفى على الجميع منصة أبشر الكثير يستخدمونه، هذا يعني نموذج وطني جميل جدا وقصة نجاح نفتخر فيها جميعا. صح. في قطاع البلدي هناك منصة بلدي أكثر من 388 بلدية كانت خدماتها متوزعة، الآن أصبحت تقدم من خلال منصة واحدة، منصة اعتماد في المالية للمشروعات الحكومية. هل سنشاهد وزارات بلا مراجعين مستقبلا؟ احنا عندنا هدف دائما نذكره، احنا سابقا كان التعقيب بشكل ورقي بالملف العلاقي، اليوم ما في ورق، ما في ورق. قبل فترة كان هناك تعقيب إلكتروني، أذهب من بوابة إلى بوابة لأنها غير مترابطة. هدفنا إن شاء الله نلغي الشيء هذا، أن يكون المواطن عندما يحتاج خدمة إلكترونية تكون مكان واحد. نبحث عن سياسة نسميها سياسة Ask Once، تطلب المعلومة بشكل واحد فقط. إذا أنت كمواطن أدخلت معلومتك لجهة حكومية مرة واحدة، ليس من المفترض أن تطلبها منك جهة حكومية أخرى. متى تقريبا؟ هذه إن شاء الله، خلنا نقول إن شاء الله في العام القادم، إن شاء الله نستهدف العام العامين القادمين إن شاء الله بإذن الله تكون موجودة. رائع. دكتور أحمد، بس برجع للموضوع، صراحة هو موضوع مهم ولازم أرجع له، هو موضوع السرعات. هل كان في تحديات عندكم اليوم واجهتكم في الوصول إلى المناطق النائية وتوسيع النطاق العريض لهذه المناطق؟ أكيد طبعا كان فيه عدة تحديات. التحدي الأول زي ما قلنا في الطيف الترددي، وكان عملية إخلاء الطيف الترددي كانت يعني عملية صعبة، لكن بفضل الله ثم بدعم القيادة يعني تم تحرير الطيف الترددي وإعادة توزيعه على الشركات بما يضمن استخدام هذا الطيف الترددي في المجال التجاري ورفع الخدمات. النقطة الثانية كانت في إشكالية للشركات بعدم الربحية في المناطق النائية، وهذا ولله الحمد تدخلت الدولة بعملية الدعم، وعندنا الآن صندوق لدعم تحفيز نشر نطاق العريض في المناطق غير النائية اللي ما يكون فيها ربحية عالية للشركات. الربحية لأنه ما في طلب يعني؟ ما في، لا مش ما في طلب، هو الشركات عادة ينظرون من منظور تجاري، أن مثلا المنطقة هذه بغطيها بعدد الأبراج من منظور تجاري، لكن إحنا في العائد مقابل التكلفة. لكن هنا في الدولة لازم تتدخل وتوازن أنك كيف مثلا تضع خلينا نقول برنامج تحفيزي بحيث أنه يضمن لمشغل الخدمات أنه يدخل في المنطقة هذه ويقدم خدمات. ولله الحمد اليوم إحنا نتكلم أن جميع المناطق والقرى والهجر مغطية 100% بالخدمات وبالإنترنت. الآن العمل جاري على مضاعفة السرعات، لأن إحنا نتكلم الفترة القادمة بتكون فترة التقنيات الحديثة، الجيل الخامس بتظهر. صح. عندنا التطبيقات حتى على المستوى اللاسلكي تطلب سرعات عالية، وبإذن الله إحنا ماشيين في الاتجاه الصحيح. التسارع اللي قاعد يصير، قاعد نشوف القفزات اللي قاعدة تسويها المملكة العربية السعودية ولله الحمد، تثبت زي ما قال أخوي عصام إن إحنا في طريقنا بإذن الله للمنافسة وأخذ زمام المبادرة، وبإذن الله إن إحنا نكون في مجال السرعات من الدول حتى 20 الأفضل في مجال السرعات. هذا على مستوى العمل المؤسسي، خلينا نقول في 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 توسيع البنية التحتية اليوم. لأنه بنقول تحدياتكم مع العملاء، وش كان أبرزها؟ العملاء طبعا احنا بدأنا، طبعا عندنا هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات هي المشرع، هي الجهة المشرعة، وهي التي تتولى عملية خلنا نقول ضبط السوق. ففي اليوم ولله الحمد في قفزات كثيرة في من ناحية معالجة مشاكل العملاء، سرعة إقفالها وحتى تقليلها. واليوم الهيئة بكل شفافية تصدر تقارير دورية على سرعات الإنترنت للمشغلين، بحيث أن أترك لك الخيار أنت كعميل بالنسبة للسرعة اللاسلكية، المشغل الفلاني هذه سرعته، المشغل الفلاني هذه سرعته. أيضا موجود تطبيقات تستطيع أنك تعرف في المنطقة المعينة من أفضل مشغل. أيضا الهيئة تصدر تقارير دورية فيما يتعلق بمشكلات العملاء، ولديها أيضا يعني بعض الحين إجراءات صار في حال ثبت مخالفة أو إشكالية مع العملاء. راح أفصل معك على جزئية مهمة جدا، وهي موضوع تأهيل رأس المال البشري وتمكين المرأة، بعد الفاصل إذا سمحت لي. فاصل ونعود. حياكم الله من جديد في هلا 2030، والحديث عن التحول
الرقمي ومستهدفاته في رؤية المملكة 2030. دكتور أحمد، قبل ما نروح لفقرتنا اللي هي صورة وتعليق، بأخذ منك بس كذا لمحة عن خططكم في الوزارة لتأهيل رأس المال البشري وتمكين المرأة، وش الأشواط اللي قطعتوها في هالجانب؟ لا شك أن أحد توجهات الوزارة الاستراتيجية هو تأهيل رأس المال البشري باعتبارها الركيزة الأساسية في العملية التنموية. لذلك وضعنا خطة طموحة نهدف من خلالها إلى تأهيل القدرات البشرية في مجال التحول الرقمي، في مجال التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، الروبوتكس، البلوكتشين وغيرها. عندنا أول شيء أود أن أشير أن العمل هذا مجال رأس المال البشري إحنا نعمل بالشراكة مع وزارة العمل، وهم من يقودون الملف في مجال التوطين ونحن نساندهم في هذا المجال، وأيضا مع وزارة التعليم وهم من يقودون الملف في عملية المناهج وإدراج الرقمنة في سلسلة التعليم سواء العام أو العالي. فهنالك نموذج شراكة فعال بيننا وبين الزملاء في وزارة العمل ووزارة التعليم، وهذا النموذج يعمل بكفاءة. ولله الحمد يعني البرامج اللي وضعناها لحد الآن ارتفع إجمالي العاملين عندنا من 246 ألف إلى 269 بنهاية الربع الماضي. 269 ألف بنهاية الربع الماضي. أيضا زادت نسبة السعودة من 40 إلى 43%. اليوم عندنا عدد السعوديين زادوا تقريبا من 99 ألف إلى 116 ألف. ارتفع أيضا مشاركة المرأة من 11% إلى 13.5%، تقريبا نتكلم من 25 ألف إلى قرابة 36 ألف. وضعنا برامج تدريبية أيضا بالشراكة مع القطاع الخاص. معظم شركات القطاع الخاص شاركوا معنا في البرامج هذه وفق مسارات تدريبية محدثة، وأطلقنا مؤخرا أيضا الأكاديمية السعودية الرقمية اللي نهدف من خلالها إلى تأهيل الكوادر البشرية في مجالات محددة نوعية تمكن من الثورة الصناعية الرابعة، مجال علم البيانات، الذكاء الاصطناعي وغيرها. لحد الآن تم تدريب ولله الحمد أكثر من 13 ألف كادر بشري، معظمهم من الطلاب والطالبات وتأهياتهم إلى سوق العمل. تهيئة رأس المال البشري ليست فقط في عملية التدريب والتوظيف، لدينا مسار ثاني لا يقل أهمية اللي هو زيادة الوعي. احنا اليوم عندنا نسبة استخدام الإنترنت في السعودية 93%. السعوديين يقضون تقريبا أكثر من 70% من وقتهم في وسائل التواصل الاجتماعي. نحن نرى أن هذا استخدام غير هادف. 70%؟ أكثر من 70% طيب. في وسائل التواصل الاجتماعي. لدينا خطة طموحة أن نقلب يعني الاستخدام هذا يكون استخدام له أثر اقتصادي واجتماعي. تكلم أخوي عصام عن مجلس التجارة الإلكترونية وعن النمو اللي فيها. نحن نهدف أن يكون فيه استخدام في مجال التجارة الإلكترونية، في مجال الوعي كذا. عندنا مثل إيش؟ التجارة الإلكترونية إما أنك تكون تعرض بضاعتك، الآن مثلا فيها برنامج طموح، فيه معروف، في برامج كثيرة الآن تخدم التاجر البسيط حتى أنه يعني يقدر يبني المتجر حقه بكل بساطة وسلاسة. أيضا هنالك الآن أكثر من 9 مليون عملية في المتاجر مشاركة في برنامج طموح. 9 مليون عملية خلال سنة، خلال أقل من سنة بعد. أقل من سنة؟ نعم. 9 مليون عملية. نعم. عبر منصات التجارة الإلكترونية هي نعم وهذه الأرقام بإذن الله في زايد. يعني الآن في خطة طموحة. هذا يعطينا أي مركز؟ ترى يهمنا إحنا المراكز هذه. إحنا أتوقع التجارة الإلكترونية لا نزال في البدايات، إحنا سوق واعد. يمكن تكلم أخوي عصام عن القفزات اللي صارت وعن حجم التجارة الإلكترونية، لكن أكيد إذا قررناها بأعوام ماضية هذه تعتبر قفزة. لا نزال مستقبل التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية إن شاء الله قوي جدا. إحنا ما زلنا كما ذكر يعني الدكتور أحمد أن إحنا في البدايات، ولكن تقدم سريع جدا، تقبل الجمهور، وأيضا إن شاء الله الشركات الناشئة ستارت أبس في مجال التجارة الإلكترونية إن شاء الله سنرى قريبا إن شاء الله شركات كبيرة في المملكة العربية السعودية. أنا بأخذ الصورة بس باختصار يا دكتور، كيف ترون أنتم من جانب يعني من وجهة نظركم التشريعات في موضوع التجارة الإلكترونية اليوم؟ هل تساهم التشريعات الجديدة اللي أقرت اليوم في موضوع تحول رقمي سريع لهذه المنصات؟ والله التجارة الإلكترونية في الآن مجلس شكل للتجارة الإلكترونية، أخوي أبو عبد الله وأنا موجودين في المجلس كأعضاء وفي أعضاء من القطاع الخاص. المجلس وضع العديد من المبادرات لتسريع خلينا نقول نمو التجارة الإلكترونية في المجال اللوجستي، في مجال المدفوعات وغيرها. ناخذ الصورة الأولى بس إذا سمحتوا لي، هي توطين قطاع الاتصالات. يمكن هذا برضو استدراك لسؤالي دكتور أحمد، لما نتكلم عن توطين قطاع الاتصالات اليوم، أنا بسألك تحديدا عن عمل المرأة في هذا القطاع و القيادات في قطاع الاتصالات. إلى أي حد أنتم اليوم تعتقدون أنكم استطعتوا
توطين قطاع الاتصالات ووصلتوا الى ما تريدون؟ وين تبون توصلون فيه؟ طيب، بالنسبة لمشاركة المرأة اليوم لما نجي في مجال التقني تقريبا 54% من الخريجين هم من الإناث، لكن نسبة مشاركة المرأة كانت لا تزال ضئيلة. وضعنا برنامج متكامل لتمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. البرنامج هذا تضمن المهارات الرقمية للفتيات، وهذا تم تدريب يعني 13,000 اللي تكلمنا عنهم سابقا، أكثر من 4,000 منهم هم الفتيات. أيضا المهارات الرقمية للفتيات عندنا مبادرة كانت بين وزارة الاتصالات وبين مؤسسة مسك الخيرية وبين شركة الاتصالات اسمها سعودية تبرمج، هذه شارك فيها فوق مليون ومية تقريبا. النسبة الأكبر كانت من الإناث تدربوا على المهارات الرقمية في البرمجة. لدينا أيضا برنامج سنطلقه قريبا للقياديين والقياديات، برنامج لتوطين القياديين والقياديات في القطاع، نهدف من خلاله نستهدف في المرحلة الأولى تقريبا 280% سيكونون من النساء قياديات، نتكلم عن السي ليفل سواء رئيس تنفيذي أو الرئيس الأول للتقنية أو حتى داخل القطاع الوظائف الأخرى، رئيس الموارد البشرية، المالي وغيرها. فهذه نستهدف أن القيادات يكون يتسارع التوطين فيها. في مجال المشغلين المرخصين من الهيئة الخطوات والحمد متسارعة جدا، الآن الرؤساء التنفيذيين للشركات كلهم سعوديين، القيادات النسبة الأكبر منها سعودية، وخطط هيئة الاتصالات مشكورة، خطوات جبارة في هذا المجال. أخيرا وليس آخرا في مجال تمكين المرأة، نسعى لتمكين المرأة في مجال الريادة الرقمية، أن يطلع عندنا رياديات بدل طالبات للعمل تكون رائدة أعمال في المجال الرقمي، ويمكنون صاحبة عمل في المجال الرقمي أن يكون لها شركتها الناشئة اللي تبدأ تعمل فيها. سؤالي الصورة الثانية بسمع تعليق الدكتور عصام عليها، إصابات الاحتيال المالي عبر الجوال، هذا موضوع يمكن طويل وعانى منه كثير من الناس. السؤال اليوم، وش الإجراءات اللي اليوم اتخذتها الحكومة لمواجهة عصابات الاحتيال المالي؟ نعم، طبعا بحكم الاطلاع يمكن العملية الاحتيال عبر الجوال هي عملية من عمليات الهندسة الاجتماعية، بحيث أنها تستهدف المستخدم العادي الذي لا يكون عنده وعي كبير بأمن المعلومات. تمام، فالهيئة الاتصالات تقنية المعلومات وضعوا رقم موحد لإبلاغ عن هذه الأرقام، أظن 30-30 على ما أظن هذا الرقم للإبلاغ عن هذه الأرقام يتم التعامل معها. طبعا لو نظرنا لها المشكلة هذه ليست مشكلة محلية فقط، بل هي مشكلة عالمية، الهندسة الاجتماعية والاحتيال عن طريق التقنية هذه مشكلة كبيرة جدا، بل أنها تناقش في محافل دولية مثل مجموعة 20 فيما يتعلق في أمن المعلومات، يركزون جدا على أهمية الوعي. فالمشكلة في النهاية هذه هي ليست مشكلة تقنية، هم المخترقين أو المحتالين يستخدمون الحلقة الأضعف وهي المستخدم. فبالتالي هي الرسالة اللي وجهها أنه أنا أظن فيه في مجال التوعية هيئة الاتصالات وكثير من القطاعات الأخرى، اتحاد الأمن السبراني وغيرها، وهيئة الوطنية أمن السبراني، ينشرون كثير من الرسائل التوعوية، رسالتي للزملاء أن يشاركون هذه المعلومات. الأخوان إذا حصلت على معلومة مفيدة شاركها مع زملائك وعائلتك، فقد تحمي مواطن من عملية الاحتيال. اسمحوا لي أن ننتقل إلى فاصل أخير ونعود لاستكمال حديثنا. فاصل ونعود. حياكم الله من جديد، وحديثنا عن التحول الرقمي في رؤية المملكة 2030 ومستهدفات هذا التحول. فقرتنا الأخيرة إذا سمحتوا لي ضيوف الكرام هي مع المهندس خالد أبو إبراهيم، فيديو تعليق، مستشار تقني عنده تساؤل. نشوف الفيديو بعدين نرجع. دور وزارة الاتصالات لا يخفى على الجميع في عملية التحول الرقمي وفي تحقيق رؤية 2030. في معلومة أنا ودي كان أقولها عن بداية تأسيس وزارة الاتصالات. طبعا في السابق كانت وزارة الاتصالات بمسمى وزارة البرق والبريد والهاتف، وكانت تحت وزارة المواصلات اللي هي وزارة النقل الآن. في ظل التطور أو التقدم التقني وفي ظل رؤية 2030 تم قرار عمل وزارة خاصة
الاتصالات وتقنية المعلومات تقوم بعمل الاستراتيجيات وعمل الدورات والندوات وبناء قواعد البيانات والتطوير الرقمي والمساعدة في تحقيق التحول الرقمي وتحقيق رؤية 2030. دورها كبير جدا، ما لا يسعني الوقت في البسيط هذا إني أقدر أتكلم عن جميع أدوار وزارة الاتصالات، بس احنا ممكن بنقول لكل هدف نقطة بداية، ونقطة بداية رؤية 2030 والتحول الرقمي 2020 هي وزارة الاتصالات. في كان عندي سؤال لوزارة الاتصالات عن المرحلة اللي وصلنا فيها من خلال المقسم الوطني اللي تم الإعلان عنه في 2016، وإنه بيكون بإذن الله تعالى على 2020 يتم تطبيقه. شكرا للمهندس خالد أبو إبراهيم المستشار التقني. كان سؤال عن المقسم الوطني. طبعا لا شك المقسم الانترنت يمكن تكلمت عنه في النقطة الأولى اللي تكلمنا عن البنية التحتية. هذا ولله الحمد تم تدشينه قبل عدة أشهر. طبعا هو بالشراكة مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية، مع شركة تقنية، مع أيضا هيئة الاتصالات تقنية المعلومات، ومع المشغلين في القطاع الخاص. طبعا يهدف إلى ربط الشبكات الرقمية وتوطين حركة الإنترنت لرفع الكفاءة وجودة الخدمة. ضمن المسار هو تم تدشينه. تم تدشينه. العمل جاري الآن على جلب محتويات. يعني قبل المدة المستهدفة. إيه قبل المدة المستهدفة. لأنها مهم جدا القفزات اللي بنحققها في الفترة القادمة. تعتمد كبير على بشكل كبير على المقسم. باختصار شديد رسالتك الأخيرة دكتور قبل ما أنتقل دكتور عصام. طبعا لا شك أن المملكة تمر الآن بتحول غير مسبوق. التحول الرقمي يشكل أحد ممكنات الرؤية الطموحة. نحن في الوزارة وضعنا نموذج عمل تشاركي مع جميع الجهات ذات العلاقة، سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام أو القطاع الغير ربحي. نعمل بشكل متكامل لتحقيق مستهدفات الرؤية ولخدمة الوطن والمواطنين. والله يقدرنا بإذن الله. شكرا لك دكتور أحمد. دكتور حسام. بس بداية أنا أحب كما ذكرت في البداية أنه التحول الرقمي هو كونه منظومة تشمل الجميع. أحب أوجه الشكر لجميع القطاعات الحكومية المشاركة والخاصة والمشاركة في التحول الرقمي. حقيقة ما نشاهده يبعث على السعادة، بحيث الجميع يجلس على طاولة واحدة حل مشاكل بعيدا عن بيروقراطية. وأيضا نقطة قوتنا في التحول الرقمي هو المواطن السعودي. احنا لدينا نقطة قوة، المواطن السعودي مواطن واعي، مواطن لديه ثقافة إلكترونية، لديه قدرة على التعامل مع التقنية بشكل عالي جدا. نسأل الله التوفيق إن شاء الله، وكما ذكرت لن نلحق بالركب بل سنقود إن شاء الله، وهو كذلك بإذن الله إن شاء الله. الدكتور عصام لقيت الرئيس التنفيذي لوحدة التحول الرقمي، شكرا جزيلا لك. والدكتور أحمد ثنيان وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وتنمية التقنية والقدرات الرقمية. حيث الرؤية تتكلم اليوم، نتحدث عن 93% من السعوديين يستخدمون الانترنت، 70% من وقتهم يقضونه في مواقع التواصل الاجتماعي، 34 هو ترتيبنا في متوسط السرعة على مستوى العالم. اليوم نتحدث عن مشاركة السعوديين ب 269,000، 23,000 وظيفة منها، وارتفع عدد السعوديين العاملين في القطاع إلى 116,000 سعودي بارتفاع 43%. النساء في 30,000 الآن ارتفعوا إلى 36,000 من 12% إلى 13%. كانت هذه جزء من أرقام وزارة الاتصالات وكذلك أرقام التحول الرقمي ومساهمتها في رؤية المملكة 2030. إلى اللقاء.